السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد مع أبطال العالم. حياكم الله يا جماعة الخير بمجلس رايد. الساعة الآن 2 الليل حق السوالف والحش. حش. ها جاهزين؟ ومجمعنا محفوظة. جمع لك أشياء. أيوة محفوظة يا جماعة. إيش يعني محفوظة؟ طيب. محفوظة. يعني إن بين نبين. إيه قدام مليون ومليونين ومدري كم. محفوظة يا جماعة. محفوظة بيننا. لا حد يعلم. طيب قبل نبدأ يا جماعة اللايك والاشتراك والأشياء الطيبة اللي تسعدنا. نبدأ فيه. أنا ما أدري سبب فيه أشياء كثير. تبدأ فيه اللي انتهينا منه. كأس العالم. كأس العالم. يعني نبدأ كذا نرجع كذا. أتوقع الناس ترى ما يدرون شلون وصلنا حنا للتتويج السالفة. بس يعني أحلف لك كلهم يدرون. والله كلهم يدرون. قصدك إيش سالفة الجري؟ سالفة الجري. ما حد قالها. خلني اقولها طبعا لا بس ما اسمعهم جهتك. بس اختصار ممكن في ناس في اليوتيوب ترى ما اسمعهم. يا اخي ركضنا احنا ركضنا ما في جول. انا بغيت اموت والله بوقف. شفت قدام اللي عاد يركض قلت لا مو بطيء مني وصلنا بغير وشلنا الكاس كنا معرقين. اي والله اي بس اختصار يا ابو عمر شفت المقطع مخرخر عرق. لا لا ترى يمكن ابو عمر ما ادري هذه اقولها ولا لا بس ابو عمر مخرخر عرق ودموع ومخاريط وخنابل. ايه اوريك صورتي كاني طالع من المباراة. ايش ايش يا ساتر. شوف شوف معرق معرق. شوف هذا وجهك في التمرين. وجهك في التمرين والله يوم نلعب. حتى انا ترى صورتي جبهتي كذا كبير وعرق نفس الشيء. قسما بالله كاس العالم الشعور هذا والله اسال الله ان يرزق اي واحد الفرحه والشعور اللي دخلنا. اي والله الفرحه الحمد لله. الفرحه والشعور تاريخي. بس اسمع اوريهم الصوره يوم زرفت علي اللحظه حق شيله الكاس. انت وجهك كانك قرفان كانك قرفان من شيء. انا اقول شيء ماسكين سرعه ابو عبير بشيل الكاس انا بعده بشيل الكاس شويه اللي رايد جاي كذا ما ديدان انا طالع من الصوره لي. اللي ايش تبغى صح اللي ايش تبغى جاي دور شوف اي واحد يشوف انا اطلعها طلع هذاك قلت شيك الرايد مسعب على المكسيك جيب لا لا رايد فاز باقوى اقوى صوره اي والله هذيك اسطوريه خرافيه. اسمع ما كنت تفكر بيوم سويت انا علمك الناس تصايح وجنبي نار وانا فرحان كنت بغمض وتعبان جاي اركض ايوه كنت بغمض واسوي كذا تدري ايش تسوي ايش قاعد تسوي قاعد لها تقول والناس صاير فشعور حلو قلت انت توقعت انها تتصور اقسم بالله لا انا ما كنت ادري في تصوير من هناك الا المباشر هذا بس ما حتى المباشر بس ركز معي شوف وجهي شوف مكاني تراني بالزاويه إيه لا ما ادري انه عندي تصوير احس انه الكاميرا عنده كاس اي والله توني ايوه انا بعيد مسوي كذا اقول التصوير مو بس اللي قدام حتى غمض عيوني والناس تصفق لي والنيران والكاس تاريخيه. بس انا ما حصلت الصوره للحين ما بيحطونه هنا بحطها هو بيحطها ابو بحطها عبير بحطها. ابو عبير كان موجود يمكن جنبي بالريهرسل اللي هو اللي ندرب على شلون نطلع هذا اللي ما استفدنا منه والله العظيم والله قلت ترى شوف استفدنا نايمين 9 الصباح وصاحيين 11 لا بس تخيل ما تعرف الباب ولا تعرف المحل ايه طب اسمع انا اعرف الباب والمحل وما رحت اكله رحت مع باب ثاني انا ماني حوركم والله العظيم انتوا مو نفس العيال خشين انت مين انت المفروض يسار بس اليسار جيت بروح يسار قال لي لا لا طيب اسمع انا ما ادري انتم من وين تدخلون انا المفروض في المصعد والله ما طبيت المصعد انا ما ادري تذكر نحطها فيها لا حطها فيكم الحين اقلب عليكم ما يحتاج ما يحتاج نقول شيء يعني ما يحتاج صالح تذكر يوم انا اول واحد دخلت بعدين صالح يركض دخل وراي رحت يمين بس حسيت في ظلام جيت صالح وين نروح قال لي يسار ونمشي يسار جو كلهم قالوا لا لا روح يمين روح يمين نفس الطريق انت روح المصعد وطالع كذا ولا المصعد طالع فينا انا اخذ متاخر اشوف سيقانهم طالعين يقلع ام القهر متاخرت بتروح مصعد لا حوبه واحد حوبه واحد والله العظيم استغفر الله واتوب اليه اقول حتى العيال بغى يروح عليهم ترى العيال بغى يروح عليهم طلع سالفه دوبه هذا عندك حصريه العيال بغى يروح عليهم التتويج الاساسي مساعد محمد المطيري نعم والله بغى يروح عليهم التتويج الاساسي والله يروح كان مركه روح كان قصه ترى قصه والله اقولها والله لازم تقولها اليوم هذا ترى الكل فالكونز كانوا يركضون كلهم ما حد راح كذا تتويج وهو مرتاح يوم زين اقسم بالله حقت العيال النكرتي اكثر من حقتنا شفت العيال مساعد ومحمد المطيري اللي طلع رئيس تنفيذي ونائب الرئيس وين بس المدير العام حمامات ابو يمان انا عندي حق الحمامات يوم دخلوا شوفوا كياس دروس زلوا انهم على الموقع ايه متى قايل له سالفه قبل شوي قايل له بس ابو عبير ترى الريهرسل يوم جينا انا وابو عبير قدام شفت النار اللي تطلع
اقسم بالله ما عمري شفت ابو عبير اي والله قرفان من الحراره. جت نار قويه بشكل مو طبيعي. التست اللي وحده التست نار واحده طلعت بس حراره مجنون. يوم طلعنا ابسكم بالله احد حسب الحراره؟ لا لا الضفر في نيران صورتي هذه جنبي نيران ما حسينا فيها ما حسينا فيها والله نيران بكل مكان والله ما حسيت فيها والله انا حسيت فوتناها ما ادري انا حسيت ما طلعت نيران والله الا تخيلت طلعت هذا كيف صورته لا لا النيران طلعت من الجهه ورا اما جهه المحل لا قدام ما توقع يمين ما جات الا يا اخي ما جات والله انها تحرق بشكل مو طبيعي طبعا عندي لك مقطع وانت خايف منها الظهر ايوه تحرق مستحيل مستحيل يا ولد والله العظيم اني اتذكر وقفتي على المصعد انا هنا احصل مكان الوقفه عشان خطوه والله نفس المكان ابو مكه إيه؟ جنبي ابو عمر وراي وعادل وبندر هنا بندر يب فرحانين كذا يقول لك انا معي سماعه ملبسين سماعه المفروض صح اول ما يرتفع المصعد يقولون اوكي ويف تو ذا اودينس يعني يلا اشر الجمهور هذا اللي قلته في السناب اي بس يعني اشر الجمهور ما ادري ايش بعدين ثلاث ثواني اربع ثواني ووك ووك يعني يلا ابدوا امشوا نبدا نمشي ونأشر للجمهور طب كيف نزلنا ايه ليفت ذا تروفي ارفع الكاس واه ما ادري ايش طب إيه؟ ما صار ولا شيء تدري كيف نزلونا هو مفروض سماعه وانت تقول لنا يلا ننزل كيف نزلونا جو هم طلعوا يلا سحبونا يلا سحبونا طبعا يا جماعه الخير الميرش هذا تحصلون الان بالمتجر رابط تحت اللي بيطلب يصير كودي ار اي تي ترى مميز أو كود واحد من الشباب مميز بعدين ايش قول لهم القصه عدد محدود يعني اللي بياخذوه يكون مميز بيكون نادر ترى وراء اسماء اللعيبه اللي شاركوا في كاس العالم واذا خلصت الكميه ترى ما راح يجيبون ثاني رهيب 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 صقور فوق وتحت السعوديه في اسم كل لاعب شارك في كاس العالم نايس عاد عندي لعيبه كثير وملبوس العافيه ان شاء الله طيب عيال على طاري كاس العالم موسم كاس العالم صارت لكم مواقف كثير احس انا هذا كان جنبنا انا صار لي موقف والله واجد انا صار لي موقف وش الموقف هذا جتني ام مع بناتها وعيالها حلو قالوا سلموا يسلمون صوروا قالوا ترى امنا تتابع مجلس رايد قلت وشو قال امنا ما تفوت مجلس رايد قالت ابي تقول اسمي ام هيفا والله العظيم قلت اسمعي قلت ابشري قالت ابشري ها انا السنه الماضيه قلت لك قلت لي ابشري فاكرة ايه لا ايه قول 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 قال قال تو قال ام هيفا مساك الله بالخير يا ام هيفا الله يطول بعمرك ان شاء الله ومشاهده ممتعه يا ملك الجنه شكرا طيب هذا احد المواقف اللي صارت والله صحيت بس اني ناسي والله كنت ناسي اسمع انا بدايه الموسم لو تذكرون كنت اتكلم في السناب اني يا جماعه الخير بطبع لكم شعار فالكونز 3 دي نعرف حقهم والله احس المفروض ما اقولها لا 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 الله عادي 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 موقف انا بديت لو تلاحظون اول اسبوعين طبعت كميه بعد ما طبعت ليه هيبه بالشعارات الشعارات اي طبعت هذه الشعارات صغير كذا ليش ما طبعت الحين اقول لك السالفه كان عندي زي العلبه كذا اللي يشوفها من برا يقول هذه علبه شوكليت شوكليت مخبز ولا كذا فخمه الحديد زي حقت الحديد زي حقت الجواهر ذيك من الجواهر ايوه عندي فيها كميه شعارات اللي يجي كذا اللي لابس الميرش ولا اللي يعني طالب الهودي حقك طالب الهودي اللي لابس الهودي متحمس يسلم والله تابع وما ادري ايش تفضل تستاهل ما ادري ايش خلي ذكرى اجيب السنه الجايه ما ادري ايش انبسط المهم فجاء الاب حبيب ويسلم يعني يمدحني يقول انت كويس والاولاد مبسوطين يتصورون كذا قلت ورب الكعبه يستاهلون تعطيهم من هديه الشعر اعطيهم من الشعر هذا والاب اول واحد جنبي افك العلبه ترى ما اعرف السالفه اسلم فرحان بالسالفه اللي بالعلبه ايش؟ الشعارات الشعارات هنا تتلصقها شعارات البلاستيك بلاستيك بلاستيك يقول حجر بلاستيك انا حتى مثقلها في الطباعه مخليها الانفل الكميه اللي جوا ثقيله عشان تبين انها جوده واعطيها الاب وطالع كذا عشان باخذ واحد ثاني بعطيها الاولاد ولا اسمع الاب اكلها ايه وقف والله بحسني إيه اسمع قاعد اقول له لا سوي كذا الشايب ما شرق فيها ما واسمع قرمشه اظنك سرق والله العظيم والمشكله يقول لي كذا يسوي كذا لايك يعني في تكمله يا ابو عبير في تكمله ضايع عورني ضايع عورني هو كيف انا مكان رايد اسمع اسمع انا مكان رايد الشايب كذا خلاص بيمشي انا قاعد اقول له لا 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 يعني هو خلاص رايح ما يسمعني ابغى اسحب ابغى اسوي ما اقدر رايح لين الاولاد انتبهوا انتبهوا عليه تعال تعال وطلعها لقيتها محفره والله اسنانها طابع مسكين يا صحيح هو حسبها ممكن شوكليت لكن يابسه شوي قلت للعيال اصلا بعدين قالوا يا حبيبي لا العلبه والله العظيم كنا حلاوه ترى
هذه سالفه في سالفه خلاص المفروض صار يقول اخر شيء في سالفه ثانيه بس هذه الصراحه ما تنقل ايش هي ايش ايش عندك اقتراح ما بكمل سواليف والله احد سهراني والله هذا مخزون والله امجن علينا والله والله ما اكمل والله اي احد يبدا سالفه ابو عبير ابو عبير ابو عبير يا جماعه انتم تشوفون بجي هنا اوه قاعدين نضحك انا ادري مودكم تسمعون لكن سوالف صالح ما تنقال ما تنقال والله مو يا اخي السالفه هذه انا اصلا كنت رافض ما ابغى اقولها بس عاد والله انك الحين احس مو سوالف لا والله لا لا هو سوالف ما تغير ما يمكن عندك 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 اعطوني اعطوني ايش هذا عندكم انا خلينا استرجع شو وين هجيت انت يا الله صراحه عندك موقف صار لك شيء ناشي بعد الضحك ذا اصبر لي شويه في بس والله دايم المفروض اضحك هذا في الاخير والله إيه انا اقول لك ايش عندك شيكو عامر اعطينا عشان ما بفكر انا كنت انا في اللاين معي ابو عبير وفواز فواز دايم يذب تسمع كذا ايوه ايش يذب على واحد في اللاين يذب يذب ليش لان هذاك لا ذب عليه هو يزعل فواز ما ما يرضى مو يزعل مو يزعل يا اخي ياخذ راحته ياخذ راحته فواز يجون ياخذون راحتهم معه اي فيعطيهم بالمثل يعني بزياده هي في ناس يقول لهم كلام ذوش يروحون يبكون عند اللي وعاد اي صح يروحون شو اي فواز يكوي في يكوي زين حلاوه زين يكوي ايش تكون فواز عند اللي يجون ترى ما اعرف ما عمري شفت فواز يزبد لاي احد لا ما يزبد ما يزبد مو تزبيده مو تزبيده يدبب بس دبق يعني جاء واحد ما ادري كيف كذا قاص وذا وجاء قال له عيونك وما ادري دب على فواز فواز قال له انت بدات تجرحني محدد من قدام يوم اي فواز كان يساري يوم جاء الولد يصور معي مزرتم ترى فواز عنده ردود سريع رد بسرعه ما يرضى احد يذب عليه سريع مره هو ميزته يعني في ناس كثير يذبون بس يرد بسرعه يرد بسرعه ياخذون اسمع ويأدبك لا ياخذون فكره عن فواز والله انه عسل مع الجمهور الناس يحبونه ترى يجون يتصورون مبسوطين طيب عيال فواز ليش يعصب ويذب؟ لأنه في ناس تذب عليه. وش رأيكم بالجمهور؟ حلو اللي يشوف نذب على بعض يقول يلا خلنا نذب. يذب يذب يذب. والله في ناس يجوني أنا مجمع له سبعة أتوقع قاعد يراجع مجمع له 47 ذب على رايد مشوار. ترى هذه أحيانا هي حلوة. أحيانا من محبة والله. أيوة. يا سلام. ترى من محبة. ندري يعني إن الناس تسوي كذا لأنها. هو يذب علي ويضحك لأنه يشوفني بيوتيوب بس أنا ما أقدر أذب عليه. صح. أنا ما أدري ما. أنا ما أدري هل هو بيزعل. هل هو بيشيل؟ لأن صار لي موقف صرت لي واحد ذب علي راحت صح؟ اي والله ذب علي ذبة ورديته له بغيبكي زعل صدقت أنا متأسف منه أنا آسف تكفى والله أني أمزح طيب أنت لا تذب لا أعطيك كف لا تذب تدري وش المشكلة أنه هم يشوفوننا باليوتيوب نمو مع بعض وبالعكس احنا نمو مع احنا نمو مع متعود علينا احنا نشوفنا فصار كانه يمون علينا برضه احنا نمون مع وبالعكس ترى نتقبل والله يا جماعه لا تحسبونا نفسيات لا بس ترى احيانا ترى في ناس يجون يدبون علي كثير بس فواز شوف عادي بس فيه ذب اللي واضح ان الشخص نفسه ما يحبه زي مثلا فواز في الكلمات اللي كان نقولها له زمان حتى ما كان نقولها له انتشرت عليه زمان يجون يقولونها له الحين هذه اللي ما يحبها بس اي دبه ثانيه تشوفه يضحك ويرد عادي يرد لا ترى كمان العلاقه ترى جمهور فالكم معانا ترى علاقه والله كبيره عشان لا عشان هو عشان كذا ترى ايش عشان كذا ترى يبسط يجي وياخذ راحته ويعرف انك انت ما حتزعل هذا ترى 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 الكل يطقطق انا ما ادري انتم تشوفونا باليوتيوب هل انتم موجودين بالمجتمع فالكم ولا لا اخذ راحتي كانه جروب كانك بيتك كانه جروب واتساب صدق صور فيديو لا 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 خربط عليهم افضفض عليهم نزل ايه صور الوزره حقتنا اي صار نلبس وزره نصور جروب العائله والله مره نمون على بعض ترى مره خاصه بالمجتمع فاللي موجود بالمجتمع يدخل مجتمع فالكم بتويتر واسرع على المجتمع فيه حصريات كثير ترى على الطاري هذا انا مره طلعت مع واحد مع عيال خلصنا كذا طلعت ضارب وقت شفت الثاني بروح اشتري شاحن جوال بالبوليفارد المهم احنا نمشي جو مجموعه 5-6 كذا ناصينا يبي يجي كذا يسلم المهم يسلمون هلا والله شلونك عامر واسلم هلا بخير ايش اخبارك انت عساك طيب وش مسوين ما ادري وش سوالف ميانه صح يوم خلصوا قال يلا تامل على شيء قلت الله يعطيكم العافيه جاي لي جنبي ينصدم كذا ما تعرفهم قلت لا والله هذا شيء حلو قال اقسم بالله انتظرك بس تقول يعني تعرف بهم على طول قلت له والله ما اعرف هذه علاقتنا احنا ترى اي واحد يجي صاير لي كذا ترى امس صاير لي حاشي باشا من جد رايح حاشي باشا الساعه 10 بطول غدا 10 وش دي 10 بالليل 10 بالليل رايح قابلت واحد طالع فيني من بعيد وذا
من كثر ما أن جمهورنا يمون علينا ترى حسبة واحد أنا قد شفته واحد أعرفه جاي يسلم علي أخبارك شو مسوي مدري شو كذا لا قال لا صورة لا قال مدري شو ولا شيء يقول والله والله يعني سؤال والله زي ما صار والله تابعكم والله أحبكم ومدري كبير الله يسعدكم ويعطيكم العافية والله العظيم تحية جمهور 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 جميل 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 جدا أخوان كلنا أخوان فما عليك من المواقف اللي تصير في الموسم وإن نقول آه هذا ذب وهذا ترى عادي ندري أنتم تصرفات شخصية طيب شوف يا عيال أنا بقول لكم سالفة من وقتها شوي صرت أبعد التواصل مع أي أحد يراسم بالجوال ولا أعرف رقمه سالفة كلاتي في مرة من المرات أنا رايح أداوم ودق علي واحد طبعا ما راح أقول لكم الأسامي عشان ما معروف يعني يا وحش وشو اللي دق عليك وتقول آه حسب أوكي تو دق علي واحد بقول اسمه محمد هو مو حلو دق علي واحد اسمه محمد وأنا في واحد يقرب لي اسمه محمد بس لي فترة ما شفته حلو ويدق علي هذا محمد وأنا رايح الدوام قال هلا والله عامر شلونك أنا صديق قديم لك وضروري نتشاوف الرقم مو مسجل بس هذا اللي اسمه محمد اسمه مو محمد بس يعني اسمه مميز لدرجة إنه على طول أشبك إنه هذاك القديم اللي ما شفته حلو ورد عليه والله تمام شلونك أنت عساك طيب قال لازم نتشاوف الحين ناخذ علوم نتشاوف يعني نتقابل نتشاوف الحين ناخذ علومك يكلمه بلهجة حايلية يوم قال ناخذ علومك قلت ما بس هو اللي يعرفه قبل حلو قلت والله شوف يا طول العمر أنا الحين رايح اداوم ولا اقدر اقابلك بالمقر لكن خلينا نشوف مكان ثاني نطلع قهوه شيء نتقهوه ناخذ علوم بعض قالوا انه لا لازم اشوفك بالمقر وجايب لك هديه قلت ما اقدر بالمقر تعرف شغل وما ادري شو قروش خل نشوف بوقت ثاني وقلنا تمام المهم طبعا زمان وشو انا كنت اميل للنصر بشكل خفيف عشان النصر وقتها الهلال مسيطر هو هلالي خوي الاصلي ف يوم فاز الهلال يوم فاز النصر وش مرسل لي صوره مرسل لي النتيجه كاتب لن تصبح الهلال قلت بس هذا هذا خوي 100% يعني الامور بدات تشبك كل المواصفات بالضبط واذكر انه اسمه مو محمد اسمه مميز انا محمد مميز مثلا زي مو خالد يعني خوي زيد هو زيد اي يب اسمه مميز يب المهم قال لي لن تصبح الهلال. قلت بس هذا هو بس مع الشغل والزحمه ما اقدر ارد على جوالي مرة من المرات بعد كلم زيادة قال اه وش صار لازم تقابل بالمقر قلت لا والله ما اقدر بالمقر خلنا نطلع نتقهوى ونتعشى انت جالس تصر فيه يعني لا لا انا بقابله بس مشغول. ما اقدر ما راح اقابل اي واحد اعرفه قبله اقابله بالمقر مكان شغل يعني قال خلنا نطلع نتعشى وين تعشينا هذا حلو والله ما عجبتني وين تعشينا ارسل لي اللوكيشن محل بخاري بالشرق حلو كاني بديت استوعب السالفه ايوه ما يعرفه مو بس عشان احرق مو بخوي مو بخويه ادري اوكي طب كيف عرفت يعني عشان عازمك اصلا شوف يا مقال ابو خالد اي لسه تكفى قول رحت واطق 30 دقيقه للشرق قول والله احد المتابعين وانا ماسك خط للطريق قاعد اقول له يا رجال لا تعنى بس خل اقابلك وجه لوجه جوال الاتصال ولا سمعت صوته هلا اسمع صوته لهجه حاليه من زمان عنه هذا خوي المميز من حايل هو من حايل والله حاصل جاني توتر بديت شك كان عندي كان عندي وقبل ما انزل لازم انزل مقطع يوتيوب اي مقطع ما يحتاج طيب نزلت المقطع ارتحت شوي بديت خلاص اركز على الموضوع بس هنا ماني مرتاح يا اخي طقت مشوار الشرق بنص ساعه ايه كثير واصل بدخل محل البخاري ادور هذاك اللي المفروض اني اعرف شكله يمين يسار يمين يسار في حالات البخاري اللي كذا مسكره في باب كله مرايات تقول وجه غريب كثير وادور ما لقيت يوم فجاه واحد قام ياشر عامر هنا تكت 100% ما هو هو اللي قام يا رجل يا وش تسوي انت هنا ايش تبي تسوي اطلب واطلع لا 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 والله بكمل لا بكمل اي بكمل بس من انت يا ولد بس لو انت ابن الحبايب ايوه انا يا ابن الشطم شطم انا كملت يعني مشيت كملت قابلت ما قلت انك او احسب انت واحسب وكمل سلمت عليه تخيل سلام سلمت عليه سلام الحين اتاكدت 100% انه مو خوي اللي اعرفه قبل
بس يمكن جامعة، مدرسة، مكان ما تدري، يمكن في ذرة شك. خل أكمل معه شوف، ما له داعي الرجال طقيته مشوار ونككي ويطلب عشاء. والله يكثر خيره والله. شو أقول له؟ أقسم بيت الله ما لك داعي تقعد تحاسب ما أدري وشو، وبدون ما أكون موجود ما أنا داعي لنا فترة ما أدري وشو، أنا عازمك وزي كذا طق طق طق. أنت ماشي معاه على أساس إنه هو خوي القديم؟ أيوه. لا أنا خاصة هو مو خوي القديم بس يمكن أعرفه. يب. وأتأكد من أتعشى. ولا سولف معاه لهذا. جلسنا الحين تعشى وأبدأ أمسك الجوال وأبدأ أعرق. جاء الأكل والله ماني نفس أكل. اللي قدامي قاعد اكل مع شخص انا ما اعرفه. من هو ذا؟ من هو ذا؟ اول مره قاعد. المهم ونبدا نسولف، كل ما ابدا افتح خط عن السابق ابي اعرف منه، هو يفتح خط عن فالكونز. يا ساتر. مساعد الدوسري يا اخي شلون صار رئيس فالكونز؟ انتم شلون تطلعون افكار بالقناه؟ شو اسمه انا عندي كذا واحنا قاعدين، وانا عندي لسته افكار حقت قناه. هو بعمرك يعني بعمرنا وكذا. إيه. عندي لسته افكار قناه الفريق، القناه لسته افكار صناع المحتوى زي كذا. وش سويت انا؟ قلت والله صناع المحتوى ما لي دخل فيهم صراحه، انا ماسك قناه الفريق بس قناه الفريق مقفل افكار لمده سنتين قدام. صرت كذا. المهم جيت ابستدرج، قلت يا اخي ذكرني انت كم لك ما جيت حايل؟ قال والله لي 6 سنين وزي كذا ما جيت حايل. قلت تمام. طيب ذكرني عن اخويانا اللي جامعينا مع بعض زمان. قال والله اني ناسيهم الحين. حتى هو مشى بالدو مشى بالروح. خش ركب الباص، ركب الباص حتى هو. حتى هو ركب القطار والله مو الباص. طيب يا اخي ذكرنا. لا هو متعمد، هو متعمد. ذكرنا عن ذكرياتنا يا اخي. اي شيء بيننا. ايش قال؟ قال والله اني ناسي كل شيء بس اذكر اني كنت عايرك يا ابو خشم فضائي. هذه صدقه يا الله. هذه يا جماعه يجيك واحد يرد عليك بالرد هذا بصدقه. لا ليش يا اخي انت للدرجه دي فاكره فيك خشم فضائي؟ لا يا ابو عمير جنني. تصدقوا ليش؟ تصدقوا ليش؟ روح غسلها انت كمشي والله اني صادق. والله صادق ابو خشم فضائي. وش الذنب ذي؟ رد ما كان في اي شك. ايه نواضح. رد على طول على طول رد. إيه بس اسم اول مره تسمع في حياتك ابو خشم فضائي. بديت اتذكر والله اخو السفري واطلع. لا 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 في معيارات مليون الف بالمدرسه الدرجه دي. إيه الناس تنمروا عليك انت تستقبل اي شيء؟ إيه عادي يعني تنمر. المهم قلت ما يعني قلت مش مكسيكي اسمع. قلت مش هذه يمكن ناسي انه قال عليه خشم فضائي. خلاص واحنا نسولف كل شوي يسال عن صناع المحتوى. يا اخي رايد مش وحش وضعه. رايد ترى شقته هنا وبالشرق. صح صح في الشرق ساكن. لا قبل قبل اي قبل اي قبل قبل شقه رايد مش وحش هنا وانا اعرفه. يعني شمري من حايل الحم. يب 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 يب. المهم اخر سؤال خلاص بدا يزحف على فالكونز اكثر من الصداقه. مستحيل هذا الشخص اعرفه. قال قلت له معيارة ابو خشم فضائي. لا لا اصبر في واحد معيارة ابو خشم فضائي وين قلته؟ قال بالحارة. قال قلت كذاب مستحيل مستحيل ان قال لي بالحارة. لو مدرسة يمكن مستحيل بالحارة. السؤال الثاني بالله يا اخي ذكر انت باي مدرسة درست؟ باي مدرسة درست ابو عبير؟ المنارات الضاحية ابن مقرب. ما اعرف يقول قصدك ان نتذكر الناس اي مدرسه درست؟ قلت له قال ما يتذكر. والله اني ناس نصاب. علي بابا يعني بابا هذا علي مبوستر. والله الصدمه انك الى الان صابر. اي والله هل قاعد تاكل وانت تسال الاسئله؟ يا الله ارجع اذا تشوف المقطع كثر الله خيرك. والله ما كان يحتاج تفلم تفلم علينا. ما تعد تفلم. طلع سهل يسوقونه. اي والله طلعت حاسب كثر الله خيره. طلعت غسلت يدي قلت لازم نشوفك مره ثانيه. والله ما نشوفك مره ثانيه. بس لا لا. الشاهد ساق عليك. ساق عليك. خلاص يا اخي. لا 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 شوف شوف ساق عليك ابو خشم فضائي. تدري وشو؟ انا ممكن انتم مشاهير متعودين اتصالات تجيكم. إيه؟ بس انا هذا اول اتصال يجيني من رقم غريب.
فطبيعي لا والاسم نادر اي الاسم نادر وتشبك عليك والله والله شبكه شبكه والله والله تبي صدق والله ما تلام احس اي يعني زي ذا اسم خوي وصفق هذا اسمه صفق اي نفس كذا مصيبه ذي والله وينك من زمان عنك اكيد بقول اوه والله دقيقه واللهجه واللهجه خويك اي هو غير اللهجه خويك الفعلي كم صار لك انه يمكن اتكلم عن ثالث ثانوي مو بخويك من زمان بس والله ونعم الخوي اذا صدق من زمان ودق عليه قال تعالوا على طول رايح اي والله الله ونعم يا والله الله ونعم يا حبيبي انت طب اسمع طيب عامر عامر دامنا مستنسين ايه الساق عليك دامنا مستنسين الحين عامر وش قناة الفريق لازم الحين متابعيني واول مره تطلع بمجلس رايد يا عامر ايوه انتم مكسيكي اي صح انا مش المقطع بينزل يوم واحد يوم واحد نعم يوم واحد اليوم يوم 29 حلو انتهى الموسم يوم 25 صح حلو ريحنا يوم واحد بس اللي هو يوم 26 رجعنا نشتغل اليوم يوم 29 يوم 30 يوم 31 عندنا تصوير مقاطع قناة الفريق وقبل ما اقول يعني قوة المقاطع وكل شيء اول شيء الله يعطيكم العافية انكم تكونوا موجودين بعد كرف لمدة شهرين اقول واجب يا حبيبي وحنا معك وماخذين كاس عالم ومستغلين احلب الموضوع الان فينا نشاط فينا طاقة كاس العالم تبي كلنا في الرخيص ترى ما ادري طيب عامر عامر لا لا حرق لازم تعلمهم مو حرق عطهم ارمها من بعيد ارمها من بعيد اللي قبل شو اسمه اللي قبل الموضوع يخص ايش المقطع ما ادري اذا وقته بينزل او لا لا بينزل هو تلميح في مقطع جزء ثاني احد اقوى المقاطع اللي عدت بقناه فالكونز يا سلام حلو في مقطع يخص التحدي الكبير فقط نعم حق الطائره خاص شوف وجهي تحسب انك خلصته لا 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 اي في مقطع صقور احنا انا بسافر فايز سلم علي في مقطع لا هذه انا ما ادري هذه حصريه خلاص ما يحرق اكثر من كذا بعد المقطع ورب الكعبه ادق على اخويك هذا سمعت وخلي يعزمك مره ثانيه يا ولد تكفى خلاص اللي ضمن يضمن هذا بعد ما سافرت انت بريطانيا ها لا ما سافرت لندن انا متحمس السفره ذي لا بتشوف اسمع اسمع عادي عادي ترى سافرنا لندن انكرفنا ابو عبير برضه عادي عادي ما عندي مشكله ورجعنا قلوبنا مكسوره صح ايه وجينا هنا وقلوبنا تكسرت نعم نعم فا يعني عوضي الخير يا رجال همشي والله ما تنزلني من الطيارة والله طيب والله لو أركب مع الشناط خير أنت الحين عشان دقيقة أي صح بندر ما راح يسافر بندر بالفريق رخيص ولا راح يسافر يا ساتر تدري وشو على طاري بندر أنا بسألك سؤال يعني الجمهور كامل ليش بندر ما قد شارك في الغالي ليش بس وش دخل عامر يجاوب على السؤال بندر المفروض يجاوب على السؤال شوف أنا شوف أنا مشكلتي ذاكرتي ضعيفة لكن اللي أذكره آخر مقطعين مقطع التحدي حق تبوك بس هذاك المقطع كان أقرب فرصة لبندر يروح الغالي لا بس كلنا عارفين إن للي ودربح ما شدوا ترى أنا طقت روح من الرخيص أنت لا أنت قد طلعت الغالي بالرياض وش طلعت غالي ترى ترى أنا وياك هنا بالرياض يمكن اخر مره عشان تبوك اللي قبلها انا محدد او جت بحسن حظ الباقه المقطع اللي قبلها انا محدد لهم موعد بندر ودربه يجون فيه وكان اتوقع اول مقطع لدربه ثاني مقطع صح بندر تاخر ساعه ونص واللي قبله ناسي لكن ترى بس بقول لكم لو هي على المحتوى يمكن انا اوديه اول واحد لان اكثر شخص تضرر بالموسم بسبب بندر بالفريق الرخيص انا تقول هي صغار ايه طيب اسمع صغار يجوني صغار ما يجي ما يجي يسلم ليش ما تودي بندر فريق الغالي يا اخي انت ظالم مالك يا عامر انت مالك دخل انت ظالم كذا هذا كله عادي صغار وزي كذا نمزح معاهم يجون الكبار الشباب عمري كفو بس مو عن بندر كفو حقين رخيص وجدهم اكثر لكن في يوم من الايام الا والله حق الرخيص ترى يبغوا جلد اكثر بس تبي القهر الرخيص اخر واحد والله ما كان ما احس رخيص اتفق صح
والله العظيم انا يجون المتابعين اشوفهم يغردون. انت كنت في لو فكرت ونسيتك. ايوه احنا اللي هي لو احنا اللي في الشمس من يوم نزلنا من اليخت كذا خلاص طفشانين تعبانين نزلوا هم فرحانين معهم اسماك. صح صح. ليش ليش ليش؟ لانه ترى اذا انت في الرخيص وحكيت الارض يجيك كذا حماس طاقه. لا 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 شوف شوف تدري وش هو؟ انا بقول لكم كل رايد بصريح العباره هذا هو يا عيال. احنا فالكونز إدارة المحتوى بكل شيء ترى ودنا، أنا أتكلم عن نفسي، أنا ودي تتعذبون أقوى عذاب ممكن يشوفه الجمهور يبي. بس حاجة 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 واحدة اسمع، حاجة واحدة ليش حاجة واحدة واحد نفس التغريدة يا رب يا رب يا كريم إن رايد يستمر بالرخيص عشان يضحكنا ليه؟ طيب مهرج طيب أنا بيضحك أنا طيب قهر. بس بقولك حاجة واحدة، في اهتمام لنا بعيد عن المحتوى، مهتمين صراحة بدون ما بالغ صحتكم. صح صح صح. نبغى المقطع الحمد لله من بدايته لنهايته صحتكم، ما حد يطلع باي مشكله. ترى انا ترى اخر رحله للبحريه ترى معنا دكتور والله. نعم صح. فاي فوشو ليش طيب حق دوار البحر بالاول ما يقمع عليه ذا يموت عليه بعد يفطس. بعدين ايه لو حتى صار المصورين لو كانوا يبغوا الفريق رخيص اخس من كذا فين مصور يجي يقول لك لا حاطين صور ليش تركب البوت ذا ركبوه ما ذاك الشيء اللي ما ادري كيف اللي يبي البحر مشي ايه لا لا لا, 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 لا بس ترى ما راح تستمتعون عادل الحاله ايه يبي له قارب صح عادل للي بواز الرحله البحريه المفروض هذا التجديف انا الرخيص الرخيص بس ما يقدرون يوصلون ترى ما يقدرون يوصلون منطقه لازم يجون جنبنا مو جنبنا عادل وللي وفواز ترى على فكره ايه صالح انت ما انت من الفريق الغالي ترى على فكره امانه ما دخلت قاربهم الا مره اظن غسلت بالمويه ونحشت ريح تدري سمك تحصل كذا اشياء غريبه دمان صالح والله دمان وسمك الشمس حقهم رصاصي على حسب شيء جميل طواقي الشمس سواح طواقي الشمس أبو كلب أي والله شوف قالها واستوعب إنه قالها ترى جايب كذا أرخص نوع أقل فئة تدري عندنا واقي الشمس ما من أي فائدة وعندنا زيت تسمير واقي شمس مع زيت تسمير وكذا صح مكسرات تدرون يا إخوان إحنا كان نبغى زيت العافية ونتشلل بس تدري أول مرة بتصوير مقطع شوف أبو عبير وصالح شو اسمه عزيز أبو عمر أودن والله العظيم انهم مو مهتمين بالمقطع كثر انهم مستمتعين بالتجربه تجربه كانت خرافي كلها جداول تجربه عظيمه مصور موجود مو موجود عطى جدول لو حنا ما وصلنا وضحك وضحكنا سعدنا نفسنا كلنا يسعد الثاني والله ان قلب عزا وتدري انتم سوينا الحركه هذه عشان تقهرونا ادري لاني رجعت للفوتج رجعت اوه انت شايف شفت المقاطع قاعدين تقول خلنا نقهر عامر نفسيا لازم نضحك ونستانس والله ترى كان كذا نقول كان كذا نقول حرفيا انه ايش الفائده الحين جالسين كذا مزرتمين والانتصار اللي كنت في عامر يا الله يا الشعور كيف الانقاذ اللي جاك وغضبت انا كيف الزنوبه اللي جتك والله جتني زنوبه الله لا يسامح العدو والله جتني واحده يا ولد زنوبه اللي تسيك اي يا المقاطع هذه شايفين الناس كلها هاتوا بقول لك على طاري بندر كل الصغار يهونون وزي كذا وشباب وزاحف وضحك وما ادري جتني يمكن او اخر اسبوع موسم جتني ام كبيره وعيالها كبار يعني بناتها وعيالها كبار قالت ليش تحط بندر بالرخيص؟ اقسم بالله اني توترت اكثر توتر توتر مو عقاب قالت تارانا احنا بالعائله كنا نتابع فالكونز وبندر دايم بالرخيص يا الله شخص العلم تدري انا تصرفتي الوحيده والله للي ودربها للي ودربها قالت حنا حياتنا كلها نتابع فالكونز يومنا يكتمل بفالكونز قالت وعدني المقطع الجاي تحط بندر يا ويلك لو ما حطيته والله ايش قلت كثير اباء يتابعون لا ما قلتها اي اباء انا ترى جاني اب عوائل كثير ليش؟ ليش؟ عائلة الان يتابعون بالشاشات ترى بالصاله ايه الحين صاروا يشغلون بالشاشه فالكونز بشاشه صاله البيت فغصب عن الام والاب يعرفونك لا غير كذا اقسم بالله ان انا اقول حاجه والله مو عشان لا والله العظيم انه يتابعوا من قلب عشان المحتوى ينفع الكبار والصغار نعم والله هذا ما يخطر اي شوف جاني اسال مين ما بحثوا حمد اللي قاعد بالشاشه والله عرفونا اسال حمد جاني واحد كبير تمام معاه اولاد زي ما تقول واحد في المتوسط واحد في الثانوي كذا السلام عليكم مدري ايش والله احنا نتابعكم ذا الاولاد بس تصوروا الاب ايش جالس يسال
بندر بيخش الغالي ولا راح يخش الغالي؟ يسالني بعدين يقول لي يا اخي ليش ما اعطيت الشنطه ما استفاد منها مواقف بالملي. مو بس قناه فريق، قناه فواز، مقطع في قناه فواز ما ادري ايش كان جاء قال لي كذا كذا كذا. الاب اولاده واقفين جنبي كذا ساكتين ما قال ولا شيء، تحس الاب يتابع اكثر منه. ايوه يتابع. انا كذا خلاص انا وصلت للشيء اللي ابغاه كذا. كثير ابالي صور معنا. ايوه صور كثير صور معنا ترى يشوفون استانس. انا انصدم يجي الاب يصور معي اخذ الجوال اتشرف والله انا اللي اتصور معك اتصور معك. الحمد لله قناه فالكونز ترى الحين شيء بصناعه المحتوى وصلنا مرحله يا رجل حتى الكبير والصغير زي ما قال ابو عبير. لا مو بس كذا، مو مقطع 20 30 دقيقه 40 دقيقه، ثلاث ساعات في مقاطع جايه بقناه فالكونز يا جماعه. حسب ايوه بس مقاطع حسب يقول خمس ساعات قويه مره. ايه جبارة والله ما شاء الله من زمان جبارة والله. لا لا بس في شيء طيب. بس شوف الرذم اللي احنا ماشيين عليه، خلنا نقول وقفنا هنا عند اخر مقطع الكشتة والبحرية، بعدين بنسوي كذا المقاطع الجاية. بس هذا توتر لا والله بالعكس ترى ايه هو مجدول. هو انا بالنسبة لي احط على قولتهم دائما وش كلمة ستاندرد اللي هو يعني احط معيار معيار. سوينا مثلا من بداية اول مقطع المباراة جبلي سوينا مباراة، المقطع اللي بعده كيف اقدر اسوي تجربة للفريق الغالي والفريق الرخيص تكون افضل واسوأ من هنا، فالليفل يرتفع يقعد يرتفع. الغالي الغالي الجاي أنا هو لازم يعرفون الناس ان الغالي الجاي ما راح يكون اسوء من اي مقطع نزلناه قبل، افضل صح. افضل يعني شيء ما تخيلتوه. ابجريد 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 باي تجربه بس. حتى احيانا التحدي الكبير حتى احيانا ترى على فكره نهتم برا التصوير، سواء سوينا رحله غالي ورخيص سواء نهتم برا التصوير انكم انتم تكونون مستانسين جايب مخ صافي، البيئه اللي قبل ما صح. تبدا التصوير تكون انت مرتاح لها صح. عشان تدخل المقطع جاهز. حتى الرخيص حتى الرخيص الرخيص بكون مستانس الجايه ما تطلع. لا لا يا اخي الرحله البحريه لا 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 الرحله البحريه رخيص ما في ارخص منه بحياتك. لا 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 انا وين بودي يعني وين يعني اخر شيء حطني بقارب مئي ست بغله كبار ما شاء الله ما في الا هذا المسكين معهم لوزين يقاتلون عليه. طب اسمع اقول لك قبل التصوير حق الرخيص راح ودانا هذا في الشقه حقنا نفسها هذا فطور ودلع وما ادري وش كل حاجه طيب إيه عشان النفسيه الرحله البحريه جينا قبلها بيوم يب. هذا اللي صار جينا الرحله البحريه قبلها بيوم ريحنا واللي علينا بالخير واليوم الثاني صورنا بس بعضهم والله ما نام الا الساعه 6 الصبح. منو هذا؟ انا ما اتذكرت للي وعادل وفواز للي كالعاده ذكرناهم انت اليوم صح؟ لا بس بعد الضحك اللي هذا جاء طفى. اذكر ما ادري اذا انت تذكر ولا لا في اثنين جونا في اللاين انا ما اعرف انا ما في واحد كان لابس اسود وواحد لابس ابيض ذولي كانوا مسويين فله اصدمني ضو ذكرته مستحيل يصبر اصبر هو بيعرفهم من السالفه اللي بقولها ها ايش الزبده هذا في الموسم في الموسم انا وياك داخلين اول ما دخلنا اللاين يناديني من بعيد حمودي ما ادري وشو انا مشيت عادي هلا والله ما ادري وشو ورحت سلمت عليه كل حاجه في اللاين هو واقف وقفنا سرع او وقفنا احنا وهم جو لين عندي رفع الجوال تمام يصور معي مقطع زي كذا مقطع هو المقطع عاده ممنوع لانه في 600 واحد بعد يبغون يصورون ايوه محمد تقول لي ايش في خويك الجيزاني ما يبغى ما ادري ايش وما ادري شو جالس يتكلم عن بندر انا استغربت جيت برد عليه جيت بس برد عليه قال لي ها لا وبتسولف وفك الفيديو بالله انا 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 ما جاني وركبني شيطان زي كذا في راسي زي هذاك المره ايش سويت مسكت الجوال تمام وسحبته وهذا استغرب اللي هم المنظمين استغربوا انا ليه كذا سويت على طول اخذت الجوال وكذا اعطيته ظهري اطالع في الفيديو احذفه ولا وش اسوي حفظت الفيديو قلت له روح توكل على الله توكل ايش حفظته حفظته خلاص اللي يعني انت بزر ايش تبغاني اسوي لانه في ناس كبير بس هذا بزر غريب بزر بزر مره بزر في مواقف ثانيه يصير بس من يعني من زي ما قال ابو عبير لا ترى بصراحة ترى هذول تنقد عليهم ترى دافع فلوس عشان تيجي المكان هذا يجون يطلعونك من الطور يطلعونك من كذا من المود لأنه أنت إذا هذا زق بجوك اللي بعده برضو ترى دافع تذاكر لازم تعطيه التجربة الصح صح فتيجي يا أهلا وسهلا بابتسامة بس ما تقدر في واحد توه زق عليك فهذه المواقف مرة ما اللي وتر فيه مقطع انتشر قبل أظن يومين مدري ثلاثة وشو مقطع انتشر ما يحتاج تقول مقطع مين؟ اللي انا ايوه انا ما انحرج انا ما لا انا ما انحرج من حاجه واحده في بعض الناس يقولون انك ليش انا طقطق والله العظيم انه
بالنسبه لي انا كشخص والله اني ما اشيل هم احد ولا اشيل هم شيء احتراما بس احترام مجرد كذا بالضبط. يقول عزيز انه مو بخوف انه تقدير والله تقدير بس ايه اسمع تو يستوعب اسمع تعرف لا ليش حتى فيكم واحد من اخواني يقول لي يا عمي ليش تقول زي كذا؟ قلت يا حبيبي تعرف ان هذه المره الرابعه ورب الكعبه انه هذاك الشخص المره الرابعه اربع مرات يجي اربع مرات كنت اقول اربع مرات هذا كان في الايام الاخيره كان وخلص الناس الزحمه صارت تجي اكثر من مره ايوه كذا كذا بعدين بعدين ابغاها تفهم اني ما اصور. بس اقول لك شيء ترى اصدمك يا ابو عبير يمكن توك تدري بعد الموسم انا وابو عبير كنا في اللاين طبعا انا وابو عبير ما نصور مع بعض يب اكيد حلو طبيعي عادي يعني الوضع اذا هي صغيره ولا حاجه ولا فيديو ولا شيء عادي ايوه ما فيها شيء او حتى انا ترى ايش اذا اخوها معاها ابوها معاها يوقف بيننا طبيعي المهم في ناس ترى ما يخشون عندنا اللاين اللي هم عارفين من البدايه انه ترى محمد وابو عبير ما يصورون ايش يسوون يخشون يجون اللاين عندنا باجي اتصور معه طيب انت عارف اولادي يعني ايش تو ازبد لك اقول لك لا في واحده زبدت لها قالت لي خلاص سوي زي كذا ووقف على جنب تقول لا صوري والله يا رب شوف سجيل لا لانه ايش يا اخي يعني مو حلو يعني وفي بعضهم يحسوا انه لا بيقول لك خلينا لي حق انا كجمهور انا اقول لك اوكي اكيد برضه انت زي ما لك حق احنا برضه لنا حق طيب بما انه سولفت واجد بس لازم نوضح حاجه بس معلش بعد اسال ابو عبير انا بوضح حاجه بس اتوقع اتكلم عني بالنيابه وعن ابو عبير انه نحترمهم اللي يجون نقدرهم متابعين لكن لكل واحد يعني زي ما تقول رايه في الموضوع هذا إيه نصور لهم فيديو نصور لهم اشياء في ناس يجيبون هدايا يجيبون مدري شو شكرا صح. على الاشياء هذه كلها بس برضو عامر عنده سؤال تسال ابو عبير توقع وشو نسيت السؤال لكن ودي سؤال سالفه بسيطه نسيت الموضوع لان الموسم صار فيه اشياء كثير اي تذكرون سالفه المقاطعه مقاطعة عامر هذا كانت اقوى شيء يصير اسمه ناسي كان طبعا للي ما يدري وناس على خفيف مجتمع اللي في تويتر قاطعوا عامر لانه قاعد يسوي فعاليات اللي المفروض تتصور كمقطع قاعد يسويها في المسرح صح للجمهور اللي يجونا فقاعد يقاطعون ليش ما تصورها مقطع ليش تسويها للناس اللي يجونكم بس وهي طقطقه ومزح بس شكلها انقلب الجد اي بس في ناس قلبوا بشكل جدي لدرجه انه واحد يقول كذا لا ما بيصور معك انت مقاطع يعني خلاص لا نمزح يجي واحد يصور يلا ترى كنت مقاطع بس بصور معك تشك اعطاك على جوك تحسب كذا اي اعطاه الجو نثبت هذا الموضوع يثبت شيء فهو يثبت ان المجتمع عندنا قوي مره ترى انا مع المجتمع كذا ايوه اقول والله ان المجتمع كذا اقسم بالله ان المجتمع كنا موجودين فيه يعني من يوم هو صغير ما شاء الله الحين كم 78,000 ما شاء الله يعني والله انهم عائله قسما بالله اقول شيء والله انهم يفزعون لنا طيب. يفزعون لي بمقاطع كذا اقول الله يدخلهم الجنه شكرا حتى تسوي اعلان تسوي شيء تسوي هذا تذكرون سفره لندن افكارها يمكن مقطعين من تحيه لاي واحد من المجتمع والله تحيه لكم قسما بالله ان نحبكم اللي مجتمع فالكنز الله يدخل الله يجمعنا بالجنه يا رب امين واي واحد الان بيدخل الرابط تحت ويخش المجتمع نعم تامر بالله راح يدرون اليوتيوبر اللي مو بكلانات بتحط مين والله اني ما اكذب اي انا اعرف شخصيه اي يوتيوبر الان مهما كان عنده مليون مليون ترى متحط مين وهذا شيء ايه معليش هذا اكبر غلط ايوه حاطين مخه هذا اكبر غلط انا ما راح انجح نعم. اللي بالفريق خربوا علينا يا الله لا بينجح بس بيكون بطيء جدا مقارنه مو بطيء يا صالح صح. والله العظيم والله العظيم انه اللي يبغى يبرز بيبرز والله العظيم الان خلال اخر ثلاث سنوات والله ان الفريق شيء اساسي لليوتيوب اكيد انا اختلف ترى لا اختلف اي نوعا ما مع انا مع المكسيكي ما ابغى يعني اخذ بالموضوع انا بتكلم انا اعرف بس المكسيكي تكلم انت اي انا اعرف براء ما هو فريق ولا اي شيء بس براء اذا نزل مقطع الحالة قاطع انا طيب ايمن لا ايمن برضو أيمن. طيب فما لها دخل طيب, طيب هل براء وايمن نفسهم بيكونون لو دخلوا مع فريق ولا بيكونون احسن اكيد راح يكونون ترى احسن بس مو معناتها ان يعني انا ما اقول ان الان فاشل وان متحطم لا بس بيضاعف بيضاعف ارقامك تضاعف بس يعني اقول بدل ما توصل اي بدل ما توصل مليون بس كم بس النقطه ترى لما رايد يقول انه حتى هم على كلامهم انه حقون الفرق
قطعوا رزق قطعوا لا 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 ما دخل او انه ما اثر علي اذا انت ما شاء الله بطل وخرافي وما ادري ايش الله رزقك من عند الله مو من عندي ولا من عنده ولا من شهادات وكل ما شاء الله شهادات ايمن وشهاداتك انت ترى حتى قبل مليون 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 بندر مليون 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 قبل انا قبل ما اخش بعد ما زادت الحاله وكذا. طب وفي ناس ترى انا بمسك صفهم يمكن يقولون انك انت قاعد تذكر اربع اسماء بس وفي مليون ألف واحد يوتيوبر يحاول والله كثير لا والله في كثير في ناس كويسين في ناس كويسين بالضبط. طيب دقيقة وفي إذا ناس أنا أكون صريح لو دخل فريق هذه نهايته وفي ناس إذا خرج من فريق انتهى بالضبط في ناس إذا خرج من فريق من فوق إذا أنا بالضبط. صاحب فريق الحين كيف أجيبك معي لازم أشوفك سولو لازم أشوفك صح بشوف محتواك تبي تطلع من بطن أمك بفريق غلط غلط أما إني أشوفه يا جماعة هذا يبث شخصيته حلوة يا جماعة تصور مقاطع والله شخصيته ورياكشناته مرة حلوة بالضبط كذا ياخذونك لازم تحط في بالك شيء إن أنت تكون إضافة للفريق مو إن الفريق بيكون إضافة لك يعني لازم أنت تصنع نفسك وتضيف الفريق يعني ما شاء الله أغلب الناس الموجودين ما شاء الله فالكون سولو كويسين فما بقولك ما شاء الله لما نجتمعوا بالضبط صار صار هذا الفرق اللي خلى فالكون ايوه ما شاء الله الكل اللي موجود ما شاء الله كويس فاهم فعشان كذا ما شاء الله تبارك الله كسر الدنيا عشان اشوف بالطريقه ها التشكيله ايوه ما شاء الله تبارك الله نبغى الله يغير علينا في شيء فيفا هذا اللي يربطون مع بعض التناغم ايوه الخطوط خضراء كلها صح اي هذه الخضراء يعني كويسين ما شاء الله الله يديمها بس انا اقصد متاكد انها خضراء في ناس برا حمراء مساكين عنده مدري ايش بس ما قدر على قولي يطلع لو خش فريق ممكن يطلع اسرع في كل الاحتمالات لكن اذا الواحد كويس برا بيصير افضل يشتغل يعني احنا نجاحنا بفالكونز يعني بتوفيق الله الحمد لله انه يعني انا اقول للمجتمع انتم يا الجمهور انه انتم عائلتنا فما بالك احنا بيننا الحمد لله هذا يا رب لك الحمد انه يعني يعني لا من صناع محتوى ولا من اداره من اكبر اداره الى اصغرهم الله يديمها يعني عادي يعني كذا فجاه يعني يلا طفشات اروح عند عثمان خذ اقرب مثال الساعه واحدة دق رايد السلام عليكم تعال نبغى نسولف جيت في كاميرا هنا ايش فيه مجلس يلا تم قدام قاعد علي والله مو عشاني ورب الكعبه اني ناوي اطلع بث اليوم من جد حرفيا والله انه كلمه وادني والله العظيم اني كنت قاعد اني طالع بث لي 15 يوم ما بثيت والله العظيم اني كنت ابغى بث اليوم حتى انا والله لي اكثر من شهر بس ما كان ببث الله يخليك الله يخليك ترى الحمد لله النجاح اللي جانا في فالكونز في صناعه المحتوى ما جاء بيوم وليله صح احنا ابو عبير بكل امانه يعني انا دخلت فالكونز دخلت فالكونز في وقت يعني كنا مع بعض او يعني انت قبل بس قصدي لنا فتره مع بعض من متى صرت امون عليك ما ادري والله ما اعرف ما كنت امون عليك يمكن باول يا رجال اصدمك عامر يعرف المعلومه هذه انت نفس الشيء اول سنه الموسم اللي صار قبل ثلاث سنوات ما اذكر عامر لانه ما يشتهي على وجهه بس يلا لحظه جماعه الخير لحظه هذا كان موجود عامر كان شوف يوم على المسرح انتم كان ما اذكر والله العظيم ما اتذكر عامر انك كان موجود انا ابغى تذكرني الموسم السنه الاولى بيتزا فوق في هذا يا عمري يا شيخ يا شيخ بيتزا اسمع ما كنت مدير القناه صناعه هذا لا ما كنت قناه الفريق ايش كنت ماسك قناه الفريق يا حبيبي انا مو ماسك قناه الفريق انا كنت ماسك قنوات صناع المحتوى بعد ولا ندري من انت ليش كان فهمج ولا انا غلطان لا ما كان فهمج يا اخي كيف ليش ما قلت تواصلت معنا طيب قلت تواصلت معي انا طيب ايه اقول لك شيء اقول لك سالفه اقول لك سالفه هنا كيف ما بقول لك سالفه تذكر يوم ابو عمر يصور اول مقطع سلسله الصور يوم الحذف يوم تصير سالفه الحذف انحذف بالغلط يوم جيت انت حذفت المقطع انا فرمت الكاميرا فرمت الكاميرا على طول طب اسمع هذا اسمع توقع تذكر الحين ابو عمر بحياتي يا اخوان ثلاث سنين اول مره اشوفه منفس لدرجه قاعد اسبوعين ما يكلم احد حلال فيه حلال اسمع تدري ان انا ما كنت في فالكون ما كنت في فالكون واتذكر السالفه هذه تعيش تشوف حلال انه ابو عمر صور مقطع وصار عليك مقطع الرافع من الفصل عليك من الفصل عليك انبسطت يوم قال لي انحذف منه الملفات المهمه انا فهمت بس قاعد اضحك كذا فهمت مستقيم يعني الحمد لله يعني الحمد لله مو بس انا والله انحذف مني مقطع بس ما ايه بقول حاجه ابو عمر اقسم بالله ان الشيرازي ذا يفصل ترى يفصل 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 والله يفصل بانجوري طب اسمع انا بعترف شيء علينا في لندن من الاخر ابو عبير عاد انا ماني معكم بلندن علموني تكفون اوه مقطع نتائج الاحرف ما انت طبيعي والله ما انت طبيعي تدرون بس بقول لكم بس بقول لك حاجه صالح
صالح رايد صالح رايد مقطع لحظة اي ما جبنا طريها بجيبها بسؤال في الطبخ يذبحني مقطع مقطع الاحرف الاحرف تصوير الفريقين 50 دقيقة تصوير اعلان النتائج 50 دقيقة عمر سوى شيء ما يتسوى ابو عمر تجنن الاديتر جاني فايز قال لي شلون النتائج 50 دقيقة وش اسوي قلت سكب ام النتائج خلاص افصل لي لاخر دقيقة بس ورني وش من فاز طيب ليش كان في اعتراضات اعتراضات ابو عمر لانه شوف المقطع كان ترى ما مسوي طالع منها هو بعد يعني بس انا اي انا كنت ترى ما انت بعيد عنا ما انت بعيد عنا اي ليش لان على 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 باطل مروح على كلام فاضي اسمع كويس اني ما سافرت لا لا بس حق التوميتو بيك توميتو والله اني اتفق معه يعني بشكل كبير جدا يا مروح يا جماعه ما في اطيب منه ترى عاطفي عاطفي جدا مره طيب طيب جدا جدا لكن طنقوري وحماسي ويحب التنافس بشكل خوف مره مره يعني عندي مقطع كذا بقول له اسمع عندي قناه فيها ثلاث اشخاص بس ابصور مقطع تحدي عادي يموت ينجن يبكي لازم يفوز لازم يعني بس بس بلوت يا عيال يوم تعلم بلوت بشقه بشقه مثلا صاف سيره غلط بكل يعني بكل هداوه اقول له كيد ليش كيد ليش انت ما ادري ايش احنا تونا معلمين بلوت مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي لا لا انا انا كلمه واحده توصف ابو عمر رجل عاطفي شو شاعري مره اشوف باختصار ابو يعني ابو عمر شيرازي على حسب المود زي مثلا طيب انا اشوف صراحه في ود شيء ودي اعرفه العيال المصورين قالوا لي انهم صوروا رده فعلكم يوم فزنا بكاس العالم اتوقع رده فعلنا احنا انا وعثمان واسامه ومطير موجوده رده فعل لكن شلون اكتشفتوا ان فزنا بكاس العالم ودقيقه هل انتم تدري اصبر اصبر ابو عبير هل تدري انا وياك اللي في اللاين سوا انا لايف انا لايف مباشر صح هو ما كان موجود طيب خلصتوا بدايه لخمه خلصتوا انا اتقضى مع المدام في السوبر ماركت والله كان اوف ذاك اليوم كان عندي اوف ادف العربيه كذا طلع الجوال ما ادري اضحكت عليه ولا اي مكرونه زيت العافيه يا شيخ وقف العربيه وتعال احتفل معانا بس يا حبيبي عشان ارقد في الصاله اقسم بالله دبني طالع لايف يمكن حوالي يمكن نص ساعه ابي مباراه مساعد تدري ان في فرصه نفوز ولا لا 15 وجاء الاعلان حق هذا والله ذاك البث اللي جلست فيه اني ممكن كان جبت رقم او انت جيت انت جيت صح قفلت البث خلصت مباراة مشاعد قفلت ام البث وجيت على طول احتفلت معاكم في الستيج كيف عرفت اللحظه ذي كيف اكتشفت ان غزنا انا لما شفتكم الناس نقزت خالد العوفي مدري مين من المعلقين يقولوا شكله ايش تحت مساء الدوسري المدري قلت يا عرفت على طول عرفت ايوه عرفت على طول قلت شكله الحسم الحسم كاك الكاس خلعت الحسم الكاس الحين نتاكد نتاكد بعدين ما ادري مين قال انا متاكد ان الحسم انا ومكسيكي كنا بلاين والناس جايين يصورون شوف طفت النار حماده وصل لي طفت اللمبات ايه يا هذا وسالفته ادريبه ايوه طفت اللمبات قالوا خبر المدري شو وما قالوا كذا واحد جاي بيصور قلت وقف ايه انا زيك انا زيك تعال صوروا ايه وزك صوروا يا عيال ليش ما صورت ما شفت صور سنابات انا ما شفت عندي سنابات شوف انا ما انا احتفالي بعدين استوعبنا شوف مكسيك مكسيكي الجمهور انتظرنا بعد كم بعد ربع ساعة طب اسمع انا اعتذر للجمهور ذاك اليوم الناس فين يا جماعه أيه. والله بس كاس عالم أيه يعني ما بعد الكاس ما بعد كاس عالم شيء صورنا أيه. صورنا معهم صورنا مع الجميع كلهم يب كلكم طلعتوا ستيج انا أيه طلعنا عند الستيج قدام شوف. كنا كيف رد فعل الجمهور الجمهور كلهم صحبوا طلعوا من اللينات كلهم جو عندنا شكلهم دارين ايش السالفه ايوه كانوا مصدومين كانوا مصدومين برضه قال لهم حماد والله والله اللحظه هذيك جميل هذيك اللحظه انا انا عرفت تدرون ان حسمنا الكاس قبل اسبوعين من نهايه من نهايه ان شاء الله البطوله شو اسمه الاسبوع السابق قبل اسبوع اسبوع الاول من بدينا صح ما نزلنا ايوه الاول 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 من اول ما بدا كاس العالم احنا الاول ورزون 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 قفلت قفلت ما نزلنا يا اخي اوس هذا الطويل اوس اللي معنا اوس اوس وش قال يقول تدري لو نجمع نقاط ثاني فريق وثالث فريق ما يجيبوا النقاط من الاول ما شاء الله ما شاء الله يا رب لك الحمد متى قال المعلومه هذه واحنا نحتفل ترى بكاس العالم على المسرح ازعاج ونار والعاب ناريه تدري ان الفريق الثالث لا عادي عاد كان يطالع صالح زي كذا تدري انا طالع فيك كذا شيل الكاس تدري انه في السنه الجايه كاس عالم وباذن الله ناخذه اكيد اي في كاس عالم اكيد 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 وهنا هنا في الرياض وباذن الله عزيز زياد الله يحفظ النقطه هذه
بناخذ كاس العالم الثاني. طب اسمع نتدرب. يلا 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 شيل 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 عمال تصير عمال تشيل. لا 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 قبلها بسنه قبلها بسنه. شوف اسوأ شيل 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 سويت انا. اي قالوا سمعت السالفه خل اسمع ما يوقت اسمع يقول شيل يقول شيل. لا 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 انا خل سمعت السالفه. انا عشت السالفه. انا كنت على اشاره جنبي انت. اي جنبك انا ورا 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 صليح على طول. يبغى يقول شيل ايش يسوي؟ شيل بيرمي الوحش شيل قاعد ينوم النون. اي بعدين انتظر شويه يقتل ام الحماس شيل يا اخي شيل. انا هذا متقروش كان احنا قدامنا الجمهور اللي يخوف كذا على مد النظر جمهور. أيه. حلو كاس عالم وانا يوم جاء دوري بمسك الكاس شفت هذا مطنقر مع واحد ما ادري منه من الاداره ما ادري موظفين كانه يتخانق وانا بشيل الكاس الصوره الوحيده بتطلع لي خلاص نادره واشوف وجه عامر المنفس واشوف وجه مدبين صوب معك يا ما بيرفع وانت قلت عامر اضحك عامر اكذب بس اكذب اكذب والله العظيم اني ماني مطنقر بس تعب ركضه. أيوة يا عيال تخيلوا وجه برطمه وناشم سوي كذا قلت تكفى اضحك بشيل كاس عشان الصوره تصير حلوه اضحك قال واشيل لما رجع نفس وكمل السالفه اللي انتم ما تدرون ما في الا انا واسامه من يوم كنا بامازون ارينا باقي على الاحتفال 8 دقائق مستحيل نوصل بالوقت جانا خبر وانا واسامه انه راح يبدون بدوننا ومستحيل نرجع. طيب لحظه لازم تعترف وتقول مين قال لكم اجروا ومين جات بحث عن الخبر. مكسيكي مكسيكي مكسيكي. بس انا بقول طيب السالفه هذه ما قلتوا ليه ما قلتوا؟ لا انا اقول لك انا خايف انا اسمع خايف تكون في طاقه سلبيه فوشو كنت نتصرف على الاقل. هذه هي هذه هي انا اقول لك السالفه انا اقول لك السالفه بسرعه انا اقول لك السالفه بسرعه حق اللحظه هذه تمام. واحنا جالسين في الارينا داخل حق امازون انا وابو عبير وعادل جالسين نتجاكر كذا موضوع تافه جدا حلو. اشوف اسامه وعامر جالسين بشكل كذا مريب. رحت البندر سمعته يقول يمكن ما نلحق. رحت لاسامه وهو عند الباب برا اسامه ايش الوضع قال لي ترى يمكن ما نلحق. فسالت هذاك رميت الموضوع كذا يا اخي لو جريت بيصير شيء. قال لا ما تقدر تجري ما ادري وش وكذا. قلت لو جريت بيصير شيء. قال ما تقدر الجولف كارت بيجي. قلت اسمع باجري او بنجري وكلهم اتفقوا معي الشباب وقتها اسامه وعامر ذا بنجري وخلي الجولف كارت يلحقنا هناك. دخلت قلت لأبو عمر كان وراي. أبو عمر دخل نادى الشباب حين اللحظة اللي أنتم عرفتم خلاص لازم نجري. جرينا وعلى طول خلاص صار الشيء اللي صار. ترى لو ما دخلت في عينه وإنه ما نجري ولا ما نجري كان راحت علينا. شكرا الله. بس اسمع محمد حبيبي. ترى فكرتك حلوة الجري بس من منظورنا حنا بعيد. لا 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 ترى اللي صار برضو تعب. مو بعيد مو بعيد مرة والله العظيم. من منظورنا حنا ترى ما بنلحق. لا لا ولا من منظورنا حنا 12 صانع محتوى حنا اثنين وفي اثنين زيادة احنا شايلين هم سلامتكم والله. اي هذه 12 صانع محتوى بيركض بالشارع. طيب حط براسك انا حط براسي سيناريوهات كثير سيارات صح. ناس طايره الفرقه تضرب شيء لا سمح الله. تخيل فجاه ناس اجتمعوا عليكم ولا هذا الشارع فهمت. أيوه ففي امور كثيره اخرتها حناوي بالشارع يا ولد وقف سيارات خلنا نركب معاهم. يقول لي يقول وقف هي في جولف كان راجع. وقفنا 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 ترى سوناتا اتوقع ما ادري شو وقفنا بس اللي كان معنا يوسف صرفه قال له لا لا يعني ما يدري وش السياره ذي من تطلع معك. ابو عمر بغى يمسكه وقف 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 ايش بومه دو اكيد ما بيوقف لك من انت ايش هذا. اقول يا ربي لك الحمد الحمد لله كاس العالم ان شاء الله كاس العالم الجاي باذن الله ان ناخذه بدون ركض بدون ركض باذن الله بدون ركض التنظيم ان شاء الله اتفاهم معكم بعدين يعطيكم العافيه عيال ما قصرتوا حبيبي والله ابد والله ابد اي والله الحلقات الجايه باذن الله. لا طفي الكاميرا طفي الكاميرا وبنكمل. ايه لا نقول لكم وداعا الى اللقاء في مجلس رائد ثاني. سمعت الشباب تحت يا جماعه الخير واللي ما طلب وجبه فالكون يطلبها من كودو وفي امان الله ان شاء الله بالتوفيق.